افضل الذكرى. والله ما سيبها. انا قلت لك سيبها يا معلم. يوم ما يمكنك. شوف الجن يا بقى. هل يا جماعه الجن والباب ده ورجال الجن يعشقون نساء الانس. اشوف كل اللي بيحبها. حسبنا الله ونعم. بس ايه ده شويه. يا جماعه ميه الزعفران يا جماعه بفضل الله من اقوى الميه على الجن بفضل الله. انا كنت امبارح يا جماعه بحصن بيت. بس يا مراتك. هو يا جماعه الجن بيتكلم جنسيه؟ بتنميه كل هذا الكلام. وبخلاف كلام بتنميه. ويولد بينهما ولد. يا جماعه ورجال الجن يعشقون نساء الانس وذكر الجن يتزوج بانسيه ويولد بينهما ولد. بس احنا بنقفل في الباب ده ليه يا جماعه؟ عشان لا تاتي امراه حامل من حرام وتبقى الجن اللي حبلني. وده كلام الامام مالك رحمه الله. فالمراه يا جماعه تنام لابسه بنطلون طويل وتحط مسك على العوره المغلظه او ميه مقروءه عليها قران وتحط تحت البط مسك يا جماعه. ليه يا جماعه؟ علشان ما فيش جن يقترب منها. وتقول اذكار الصباح واذكار المساء يا جماعه. هتقول يا جماعه الجن يبتعد عنها. الجن يبتعد عن الاطهار. الجن يبتعد عن المتوضئين. الجن يبتعد عن الذين يقرؤون ايه الكرسي قبل النوم. يستحب قبل النوم تقرا آية الكرسي واواخر سورة البقرة وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. ايه ده يا غبي؟ ايه ده؟ ايه ده جنبك؟ ايه ده؟ ما تلبسي ايديا. انت يهودي؟ امال ايه؟ انت ايه؟ شيطان. مش شيطان. حسبنا الله ونعم الوكيل. كده ايه ده شويه؟ ايه ده بره جسمك؟ ايه ده يا غبي؟ تيجي هنا بقى تتقدم والميه السخنه اهي. ايه ده شويه؟ ظلمتك في حاجه؟ رد عليا. ظلمتك؟ البنت اللي ظلمتك؟ اعتدت عليك؟ بتحبها ليه؟ بحبها جميله. عشان جميله وبتنام عريانه. خدوا يا جماعه لا يجوز للبنت البنوت او المراه المطلقه او الارمله تنام عريانه الا يكون في حضره زوجها بفضل الله. ما تنامش عريانه. ولو تجردت من ملابسها تقول بسم الله. قال صلى الله عليه وسلم جعل الله ما بين اعينكم وعلى الجنه تقول بسم الله. حديث الشيخ الالباني رحمه الله. يعني المراه ما تيجي تغير ملابسها الداخليه في الاوضه تقول بسم الله. تخش الحمام تقول بسم الله. ما تمشيش عريانة في الريسبشن ولا في الأوضة. لازم مع التسمية. الجن دي يا جماعة لما شافها عريانة قام لابس فيها. طب علاج اللبس يا جماعة؟ قصرة سماع القرآن وكسرة ذكر الله تبارك وتعالى وأهم حاجة الاستحمام بالماء اللي بيقع عليه القرآن. بس إيه ده شوية تعاطى لله. طبعا يا جماعة عشان لو ما بنصورش كنا قدمناه. لكن بنصور بفضل الله عز وجل عشان نعلمه بقى بفضل الله عز وجل. لنا طرق ثانيه خلي بالك بفضل الله انك خليه يوطي يبوس الجزمه بفضل الله عز وجل. ده كافر. ده شيطان. شيطان عليه بايه؟ القران. الله اكبر. بس الله. يلا حسوا حاجه يا جماعه. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله اكبر. الله اكبر. لا اله. الجن يا جماعه من اضعف مخلوق في الدنيا. قول بسم الله. الى جنبك الى جنبك الى جنبك الى جنبك. يلا بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله.